بقول لك اللعبه دي هتاخد وقت كبير قوي على ما تنزل، انا بصراحه زهقان. ممكن اغني لك؟ لا مش عايز غنى. لا ممكن ارقص لك؟ لا مش لدرجه انك ترقص لي يعني، مش للدرجه دي. لا مش عايز رقص، مش عايز، بس عشان ما يوسف ما يشوفناش بس خلاص. الو انت بترقص ليش انا؟ الو يا لذيذ، هو يوسف فين؟ جو في اجتماع مهم. ايوه صح. طب ممكن لو سمحت تخش تقوله ان انا تعبانه قوي وعايزاه يروح الكاستنج مع زومبا بدالي؟ ما ينفعش، جو قال لي ما قطعوش في الاجتماع المهم. يا لذيذ بقول لك تعبانه وجنبي وجعني قوي ومش عارفه ده ايه. زايده دوديه او فت او التهاب في الكلى او الكبد او القولون او غازات او كله. ايه كل ده فجاه كده يا ابني؟ ما تقلقنيش بقى. لازم تقلقي، ممكن تموتي. الله يخرب بيتك، يعني انا بقول لك ما تقلقنيش تقولي ممكن تموتي؟ كل الناس هتموت وانتي ناس فهتموتي يا سيدي ونعم بالله. طب خلاص خلاص، انا هاخد مسكن وان شاء الله اتحسن. المسكن مش هيمنع انك تموتي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اطلع المستشفى ولا اعمل ايه؟ المستشفى مش هتمنع انك تموتي. اديني يوسف. ما ينفعش، في اجتماع مهم. يا ربي بقى، انا بجد ما بقتش قادرة على العند ده. ماشي يا لذيذ، لما بقى جو يبقى يخلص الميتنج المهم قوي ابقى اقول له ساره بتقول لك حصلها على المستشفى اللي جنبنا لانها تعبانه قوي. هنحاول نلحقك قبل ما تموتي. دقايق وغرفه السونار هتبقى جاهزه. طب هو ده من ايه يعني يا دكتور؟ صدقني هتبقى حاجه بسيطه، انت قلقان من ايه؟ قلقان تموت؟ لا بعد الشر، ان شاء الله هتبقى زي الفل. احنا بس هنعمل السونار علشان نطمن، وانتوا ما تقلقوش من اي حاجه. شكرا يا دكتور، سلمتك يا حبيبتي. يسلمك يوسف. ايه يا حبيبتي؟ انا عايز اقول لك خبر مهم قوي. ايه؟ حامل؟ لا زومبا. زومبا حامل؟ لا امال ايه؟ زومبا اخترعوها في دور البطوله بتاع الفيلم الاجنبي اللي كنت بقول لك عليه في التليفون. طيب يا ساره، وده وقته فيلم ايه وبتاع ايه دلوقتي؟ اما نطمن عليكي بس. معلش يا يوسف، ما انا كنت مفروض اخدها ونروح، وانا مش عايزه الفرصه تضيع مننا. ممكن انت تاخدها بدالي؟ ساره انا مش هسيبك وانت تعبانه كده طبعا. يا يوسف ما تقلقش، ما انا هبقى كويسه ان شاء الله، وبعدين انا لذيذ معايا اهو. لا يا ساره انا مش هينفع اسيبك وانت تعبانه كده. يا يوسف لو سمحت بقى عشان خاطري ما تتعبنيش. ها خلاص اهدي. طيب هتروح؟ خلاص. ها خلاص يا ساره، انت بتزني حتى وانت تعبانه. هتروح؟ هروح. شكرا. بص يا زومبا ما اخبيش عليكي، انا ما كنتش متوقع خالص ان انت يجي منك في موضوع التمثيل ده. الصراحه انا ما كنتش متوقع ان انت يجي منك في حاجه اصلا، بس اول ما ساره قالت لي ان هم عايزينك في دور البطوله وانهم هيدفعوا الاجر اللي على مزاجنا لان المخرج الاجنبي متمسك بيكي انت بالذات. متمسك؟ ايوه ما انا عارف، قلت يبقى اكيد ده حل ربنا بعته لنا عشان ناخد اجرك ندفع بيه الفلوس بتاعه الشركه ونحل المشكله اللي احنا فيها دي. ايه يا زومبا في ايه؟ انت فاكره ان انا ممكن اضرب عليكي الفلوس دي او اقبل على نفسي تعب واحده ست؟ انا اي فلوس هاخدها منك هكتب لك بيها ايصال امانه وهرجعها لك على داي المليم، بس اما ربنا يفرجها ان شاء الله. على الله بس الشهره ما تغيركيش علينا يا فنانه. بمناسبه الشهره صحيح، احنا عايزين نفكر لك في اسم ولقب شهره زي ما كل الناس بتعمل. ايه مثلا؟ نجمه مصر الاولى. ايه ده؟ لا طبعا ما ينفعش. انت عارفه مين نجمه مصر الاولى؟ انا. لا بلبله طبعا هي نجمه مصر الاولى. لا لازم نفكر في حاجه ثانيه. نجمه الجماهير. هو انت غاويه مشاكل من اولها؟ ما ينفعش طبعا، نجمه الجماهير دي ناديه الجندي. بقول لك ايه؟ سيبك من الالقاب وتعالي نفكر في اسم شهره. عايزين نفكر في اسم كده يبقى موسيقي زي ياسمين رئيس، امينه خليل. خليله امين. ها اعجبني. طب والله اعجبني انا كمان. خليله امين.